قناة عبد الباسط عبد الصمد لأنذر التلاوات تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا
تتنزل
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم